الشمس. وعلى المباشر قبل هيدا نشوف وعلى المباشر على الشابي وبدون اعلام مسبق وبكل تلقائيه والشيء يولي بكل صراحه نقولوا هلك عرفناك به في التلفزه في برامجك تقريبا الكل وفي لحظه صدق اذاعيه اخويه نحبوك تنظم لنا فقره عندي ما نقول لك مع خوك عبد الرزاق الشابي على المباشر تتصل به توا الامبوسيبل يتعدى في راديو هذاك عليه خاطر جامد لا في نهار جاي الراديو وهوني التحدي باش يتعدى ليلة بالتليفون وش بالراديو توا في التليفون وين هو رزوق هات لنا توا النور ندخلوا النمر ندخلوا النمر عنده سبعة نوامر يا ولدي واش باش يهز لكن يهز ان شاء الله كلمة كلمة على نتاع الخدمة كي يهز طول يحكي بالكدا هذاك عرفتوا فنان يا عبد الرزاق خلينا نشوفوه اما صعيب راه باش تحصل نحاول تحدي فقرة عندي ما نقول لك على الشبي باش تصرح خوك باش تقول له اي نعم عندي ما نقول لك متصدر نساء بالمشاهدة في تونس لا هو يعرف عندي ما نقول لك ديكور لا عبد الرزاق يعرف هذا لا هو تقول له راهو على شيء علاقتي بعبد الرزاق تتجاوز التلفزيون راه تعرف علاش بور لا سامبر كي خوه يعتبره كي خوه لا ما دخل علاقتي به ما تدخلش فيها التلفزة جملة تي وين النمرو عنده سبعة نوامر هو ولا ما تفهم شيء دقيقة بركة نشوفوا النمرو هو اطلب به اعطيناك النوامر نمرو ان شاء الله يزور عبد الرزاق اسمعني هذوما اللي ريسك دي ميتي وكان نقول له راك في شمس فما يعمل لي فضيحة مش تحكي مع هادي تقول له على المباشر مرحبا بك عبد الرزاق ان شاء الله يزور ويز حد اخر انا عليه في الاخراج زاد تو نسقنا له حضر لنا كل لبيب بالله ترى شوف لنا ترى عبد الرزاق يهز حضر لنا حماني دالي تكون انظف من بعد شوي يبدا عميل عندك يعني ودي اختاري انت اللي اختاري خير لك بالعكس علاش تحيه كبيره لعبد الرزاق شبيب بالحق راه حاولنا نستضيفه برشا مرات بعد ما مثلوا عملك التمثال انكرني جمله لا والله عمل لي فضيحه وين قال لي ومريض وعندي طونسيون وعملت لي فضيحه مش القانون ما يظهرش اللي هو المريض الصعب بالعكس ما شاء الله عليه بي هاو عندي ما نقول لك وليت احسن نعملو عندي ما نقول لك على التمساح هذايا افتح ما يهزش نعرف تيان لك 10 مرات وما يهزش اللي كوم سا هكاك ما يخضرش للنومرو عبد الرزاق عنده علاقه غريبه بالتليفون كيف مارس يستعمل تليفون جمله عنده هاتف ذكي ما هو صحيح عبد الرزاق فشل التحدي صحيح. سبعة نوامر ما تعرفش عليه كل مرة يكلمني يقول له وما يحفظهمش نوامر وراه ظهر لي فما بالحق فما نوع من الهرس اللي يتعرض له في بعض الأحيان يتقلق نتخيل بوكو تكاي خلي غني خير حسيلو كي نبدأ حاجتي بيه عبد الرزاق نطلب صاحبه ألو وي عبد الرزاق علي معاك اسمعني رانا في شمسة فهم تو اون ديريكت يا عبد الرزاق اون ديريكت في شمسة فهم ما تتقلقش شحوالك اهلا بيك لابس عليك معانا وائل في الاستوديو عبد الرزاق الشابي اهلا وسهلا بيك لا انا عليه انا يا عبد الرزاق تركز معايا بشويه طبعا هو عنده اسم عنده ركن اسمه التحدي قال لي نتصلوا بعبد الرزاق قلت له نتحداك كلمه تهز يا اخي انت هزيت التليفون بالزر والله بالزر يا صباح شحوالك على كل تحية لإذاعة هاي صدق تو شمس فين مرحبا بك عبد الرزاق الشيب يا اهلا وسهلا معك وائل عايد شنو احوالك يا عايشك خويا مرحبا بيك حصيله على الشيب اذاعتكم ان شاء الله يا عايشك عبد الرزاق اخوات ونعرفوكم تحبوا بعضكم ولا شك في هذا تجبدوا فيها حلوة برشا عبد الرزاق الشابي على الشابي يا عبد الرزاق اخطاني يا اخويا بالمسامح كريم تاعك واسمعني نقلت نهار الجمعة ما قلت لي فك عليا من نهار الخميس نقلت نهار الجمعة راه ورجعوني نهار الخميس اللي قلت له نورمال بيني وبين عبد الرزاق فما حد شيء تفرجوا في انا ولا في عبد الرزاق كيف والله كيف لا اسمع كل برنامج اكيد عنده المشاهدين متاعه وكل برنامج عنده جمهوره
وكل برنامج يكمل الاهل القضايا اللي من عند يوم شينا. قداش من مره يبعث لي ديكا عبد الرزاق وانا نبعث له ديكا؟ والله قداش من مره ديكا يبعث انت الخط التحريري نتاع البرنامج؟ اي اي هو ساعات عنده ناس يبداو ضايعين تسمع فيا اذا كان ما لقاهمش نحاول انا نفركس والا انا حاله مستعصيه ينجمها هو انا بعثه له. قداش من مره نرجع من وزاره الشؤون الاجتماعيه ساعات يا صالح عبد الرزاق الشابي يفتح هذا الستار ام لا يفتح الستار؟ قالوا لي تسنوا 2000 مليون لكم 12 سنة. قالوا لي على 12 سنة رزق عم طلع ماير هذوما صغير حط لي ليه هذوما ريتهم هما لا ترى هذا عبد الرزاق درش عملت له وانا صغير ريتك الطاسة نتاع نتاع الطماطم لصقاني كي جاي يخرج بها اسمعني بكل والله عدواني معناها عنده نزعة عدوانية عليه وإنه عايدة معك عليه وعايدة عرب. لا لا مش نزعة عدوانية. اسمع أنا كنت قريب ياسر من أمي والفارق بيني وبين علاف السنوات فما 6 سنوات يعني أنا عمري 6 سنين وجاء على غير من كنت أنا نرقد اسمعني كنت أنا نرقد عند أمي وكنت قريب من أمي ياسر جاء على فك البلاصة فتنرفزت عليه حط لي أنا طاسة لبسك أنا فكيت البلاصة لبسني طاسة وين نلقى فازة باش نفطروا شو هكا بالسرقة يا عجبكش والله بنوريك يا عبد الرزاق. لكن الحاجة الباهية باش نقولها لك لأول مرة ربما إذاعيا ونرفزيا أنه أنا وعلي أخويا علاقة كبيرة 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 برش. شوف نحن 6 أولاد ريت الكل الخمسة الأخرين ممكن تصيرك الخصامات وكل فازات أنا وياه نحن كبار شوية كثار سكان أنا وعلي أخويا يعني أقسم بالله لعمرها صارت بيناتنا فازة ولا كلمة مش كتانا. يعني أنا وياه ياسر متفاهمين وياسر قرب من بعضنا سنرمال من بعد لسيلة الدم. يقولوا سيلة الدم زيل الهم يا عبد الرزاق. يا عايدة انت ما عندك اولاد ولا ايه دو قصاني الغيرة متاع الاطفال الصغيرة هذيك اللي تصير الولاد واخوه ولا البنية واخوها تصير هذا كان وقتها صغير بكل زادة يعني علان دونك عمره وقتها من 10 كاتران كيف تقول انا عمري 8 ولا 7 يعني مازلنا قراب معناتها انا بيدي صغير فهمت. انت في الحقيقة حبيت تحط بصمتك عليه هو برا معناها باش تقعد له ايوه بصمتي موجودة ختم على شبلي. هو على انا ساعات اخذر لي في برنامجي ايش يقول عبد الرزاق المواطن يقول على واكيد في برنامج عبد العزيز اي اكيد عدى ولا نخلي فيهم في المونتاج حكم بالله مره اللي فات قدم على المسابقه يا سي عبد الرزاق خليها احنا زاد في الشارع يعرضوني مش عيط لي عبد الرزاق عيط لي علي نقول له جيراننا ما نشبهوش لبعضنا معناتها انا اسمر وهو ابيض ورغم ذاك ما تعرف الاخوه فما حاجات فما بصمات فيهم لسنين انا ساعات نقول لك سر اخر اقسم بالله شرحني ساعات تفضل هم يحبوا السكوب استنى اسمعني ما تخرجوا يبكي من البرنامج يا عبد الرزاق واحده برا عبد الرزاق ساعات نتفرج في عليه الكريماش نتاع وجهه اللي يعملها ولا الكلمة اللي يقولها يا ربي نقول شو انا تقول انا يعني نتفرج في روحي تهاية كبيرة ليك عبد الرزاق الشبي والله قريب الماكينة من بيه هكا والله بغير كوستيمو باش نبكيو ممكن اصحابي اسمع ممكن اصحابي والقرب مني يعرفوها ما تعرف ساعات كيما علي يلوموه وكيما يلوموني انا ساعات يوقفني واحد مش يحكي علي انا شحكي على مثلا بشيلوه مثلا على فازة ولا على كاجبة على انا نترشش بالحق ونتنرفز معناتها لانه ساعات ما تعرف المشاهد يعمل تأويل للحكاية يخسرها كما يحب عديمت انا متأكد ان التأويل هذاك غلط عدينا نتنرفز نقول له ليه مثلا توقيت المسامح كريم مثلا يشدوني انا اقول لك علاش علاه انت مشيت نهار الخميس نهار الخميس نحبوا نتفرجوا فيكم الاثنين نوليو نزابيو ودرا شو ودرا شو ويقولوا لي كلم اخوك نقول لهم يا ودي راه مش عليه فما اداره قناه هي اللي تكون البرمجه حسب دراسات وحسب تخمام فوالا اداره البرمجه هي اللي تراح صالح
ولا غالب، ونحن نحن مجرد أن معدين برامج ونخدم تحت إطار مؤسسة. أنا نقترحكم في حكومة مهدي جمعة كوزراء للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة زادة من فوق زدهم. عبد الرزاق الشبي تحية كبيرة ليك، يعطيك الصحة على قبولك التحدي هذا. شكرا لك. أي اسمعني تو كلمك نشرب قهوة الليلة ولا غدو إن شاء الله. ليه غدو رأس العام ومش تعدي رأس العام عبد الرزاق ومش تعدي رأس العام. أنا نقول لكم عايدة أنا عادة رأس العام عادي بالنسبة لي أنا عيد ميلادي يا غدو يا عبد الرزاق استنى ساعة عيد ميلادي جبت كدو في سوسة تخلط عليه سوسة كمش كل عام وانت حي بخير والله نسي اللي هو عيد ميلاده جنة كل عام وانت حي بخير نكمل نفرحك عبد الرزاق يحضر لك في مناوعة بنهارة الأحد علش إن شاء الله تحية كبيرة لك يعطيك صحة يا عبد الرزاق كل عام وانت حي بخير ربي يفضلكم لبعضكم بون انيفرسير بون انيفرسير شكرا لك يعطيك صحة عبد الرزاق والله نجحت وعائلة كاملة في التحدي تحدي مرفوع ليه اكتشفنا برشا أسرار قولك تاسر العلامات التوى والله التوى يحل في حكومة ما تنبرس على الجميع حتى لبسالي يسكت برك تحية كبيرة لك عبد الرزاق شكرا لكم على الصراحة متاعكم وعلى التلقائية متاعكم سكرني البرنامج يا أخوي